الشرط الرابع عدم الشذوذ، يعني السلامة من الشذوذ. طيب ما هو الشذوذ؟ الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، عشان يشمل الثقة والصدوق وغيره. ننتقل إلى السبورة نمثل. الآن إذا كان عندنا راوي ثقة روى حديثا، في هذا الحديث خالف راوي آخر قيل فيه ثقة ثقة، هذه عبارات يطلقها النقاد على الرواة. كيف نعرف إحنا الراوي ثقة أو غير ثقة أو ضعيف؟ من كلام النقاد، يقولون في الراوي ثقة، وقد يقولون في راوي آخر صدوق، وقد يقولون في راوي آخر ضعيف، وقد يقولون في راوي آخر سيء الحفظ، وهكذا. من خلال هذه العبارات سنعرف درجة الراوي العلمية. طبعا هذا درس كبير طويل عريض في باب الجرح والتعديل. باختصار، فإذا قيل في الراوي الأول ثقة، ثم الراوي الثاني قيل عنه هذا الأول، الثاني قيل فيه ثقة ثقة، من أقوى الآن؟ الثقة ولا ثقة ثقة؟ طبعا ثقة ثقة أوثق من ثقة، تكرار الصفة تزيده قوة. فثقة خالف ثقة ثقة، ماذا نسمي رواية الثقة؟ سنسميه شاذ، شذ وخالف الثقة. طيب مثال آخر، صدوق راوي قيل فيه صدوق، صدوق ترى أقل من ثقة، خالف راوي آخر قيل فيه ثقة، ماذا سنسمي رواية الصدوق؟ سنقول هي رواية شاذة، وحديثه مثال للشاذ. طيب اللي قابله إيش؟ شاذ يقابله إيش؟ اللي هي رواية الثقة الثقة، سنكتبها هنا، معلش نغير الرسمة، هذا شاذ، كلاهما شاذ الأول والثاني، وهذا سنقول محفوظ.